تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كلا على حدة، وكان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير بارك هو سفير جمهورية كوريا، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الجديد، ثم تبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية كوريا، منوها جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونمو في كافة المجالات. ثم وصل بعد ذلك إلى قصر الصخير سعادة السفير تشاي بيانغ بابونغوف سفير مملكة تايلاند، وجرت له المراسم المعتادة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير مملكة تايلاند، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، معربا عن تمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهامه الدبلوماسية. بعدها وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير الجمهورية اليمنية، وأشاد بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية.
ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير الحسن سواري سفير جمهورية غينيا، وجرت له المراسم المعتادة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا، وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. بعدها وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد زوران ميليزوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. وقد نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم مع مملكة البحرين على مختلف الصعد، متمنين لهذه العلاقات المزيد من التطور والنماء.